السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي شيخ تحميد سعيد، أنا أدرس في الصف الرابع، أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أيها الحفل الكريم، رئيس هذه الحفلة الميمونة، أصحاب الفضيلة والسعادة والأساتذة الأفاضل، أريد في هذه المناسبة الميمونة أن أقدم إليكم كلمات وجيزة حول الموضوع بر الوالدين. أيها الحاضرون، إن بر الوالدين هو فرض من فرائض الله، لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالإحسان مع الوالدين، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإحسان مع الوالدين بعد أمره لعبادته مباشرة، فقال الله عز وجل في القرآن العظيم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وعلينا أن نطيع والدينا ونخدمهم لكي نرضيهم وندخل الجنة، كما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. أيها المستمعون الكرام، لا يقتصر بر الوالدين على الأبوين المسلمين فقط، بل حتى الأبوين المشركين أو الفاسقين يجب على المسلم برهما، كما جاء في الحديث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت وهي راغبة: أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. والمقصود ببر الوالدين هو معاملتهم بإحسان، سواء كان ذلك بالقول أو العمل، ويأتي ذلك عن طريق خفض الصوت أثناء التحدث معهما، والحرص على التواصل المستمر معهما خصوصا في الكبر، وتجنب مقاطعتهم مهما كانت الأسباب، والبقاء على خدمتهم ومعاملتهم بلين ورفقة، وطلب الرضا منهما في كل وقت وحين، فرضاهم من رضا الله عز وجل. أيها الحاضرون الكرام، يجب علينا أن نتعامل بالإحسان والإحترام مع الوالدين في الدنيا، وندعو لهما بعد رحيلهما إلى الآخرة، كما قال الله عز وجل في القرآن العظيم: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم وفقنا أن نتعامل مع والدينا بالإحسان والإحترام في الدنيا، وندعو الله أن يرزقهما الجنة الفردوس في الآخرة، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.